بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن البروج الكونية. مثل ما تلاحظون في هذه الصورة، صورة تشهد على عظمة الخالق. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: تبارك الذي جعل في السماء بروجا، سورة الفرقان آية 61. كذلك أقسم بهذه البروج فقال: والسماء ذات البروج، سورة البروج آية 1. في كلمة بروجا في الآية السابقة توجد معجزة حقيقية في حديث القرآن، عن حقيقة علمية بدأ علماء القرب اليوم باكتشافها، حيث نجدهم يطلقون مصطلحات جديدة مثل الجزر الكونية أو البنى الكونية والنسيج الكوني، لأنهم اكتشفوا أن المجرات القزيرة التي تعد بالآلاف من الملايين تملأ الكون، طبعا ليست متوزعة بشكل عشوائي، إنما هناك أبنية محكمة وضخمة من المجرات يبلغ طولها مئات الملايين من السنوات الضوئية. فكلمة بروجا فيها إشارة لبناء عظيم ومحكم وكبير، كبير الحجم، وهذا ما نراه فعلا في الأبراج الكونية، حيث يتألف كل برج من ملايين المجرات، وكل مجرة من هذه المجرات تتألف من بلايين النجوم. فتأمل عظمة الخالق سبحانه وتعالى، والله أعلم.